من أين استمد الحسن الثاني قسم المسيرة الخضراء؟ أقسم بالله العلي العظيم أن أبقى وفياً لروح المسيرة الخضراء، مكافحاً عن وحدة وطني من البغاز إلى الصحراء. أقسم بالله العلي العظيم أن ألقن هذا القسم أسرتي وعشيرتي في سري وعلانيتي. سبحانه هو الرقيب على طويتي وصدق نيتي. فمن أين استمد الحسن الثاني قسم المسيرة الخضراء؟ الجواب عن هذا السؤال كشف عنه مهندس المسيرة الخضراء بنفسه في الخطاب الملكي يوم 6 نوفمبر عام 1978، حين قال في ذلك الحوار الرائع القدسي الذي كان بين الله سبحانه وتعالى وبين نبيه سيدنا عيسى عليه السلام. وفي آخر الحوار يقول سيدنا عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. فهذا القسم شعبي العزيز أقسمت أنك ستكون بارا به، كما أقسمت أن تلقنه أسرتك وعشيرتك، لأن الأجيال تمر والبلاد تدوم. الرجال بمثابة الوقود والمسؤولية، كجهنم تأكل الرجال أكلا، لكن على القيم أن تدوم وعلى القسم أن يدوم. فعليك شعبي العزيز أن تبقى دائما على يقظة، دائما مستعدا لخوض المعركة، دائما مستعدا لإظهار أن مسيرتك الخضراء لم تحكم عليك نهائيا بالمسالمة، بل إن قدراتك ومواهبك الحربية والعسكرية موجودة كذلك فيك، كامنة فيك، لم تمت وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.